طائر القوس قزح حكاية من التراث الأمريكي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان عدد الناس والحيوانات أقل بكثير عن اليوم. كانت هناك شجرة كبيرة تتجمع عليها الطيور بأشكالها وأنواعها المختلفة، إلا أنه كان يصعب التمييز فيما بينها، فقد كانت جميعها غير ملونة وباهتة. تفتحت الأزهار الجميلة بسرعة في الغابة، وكانت تحسدها الطيور كثيرا، وكانت ترضى ببقعة لون واحدة على ريشها لتتجمل بها. انظروا، لون جميل، أليس كذلك؟ ها؟ أين اللون؟ أين اللون؟ ها؟ سعت الطيور إلى تلوين ريشها بشتى الطرق، فاستعملت عصير التوت، كذلك استعملت الصبغ الأخضر من الحشائش والأعشاب. كانت تجرح نفسها لتصبغ ريشها بلون الدم، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وظلت الطيور على لونها الرمادي بالرغم من الألوان العديدة المتوافرة بالطبيعة، وبالرغم من تمتع الحيوانات والحشرات بألوان جميلة خلابة. كان المطر يهطل مساء كل يوم في الغابة، وبعد توقف المطر كان يظهر في السماء قوس قزح جميل. أحبت الطيور قوس قزح كثيرا، كانت الأزهار والفراشات جميلة دون شك، إلا أن شيئا لم يكن يضاهي جمال قوس قزح، وكم زاد جمالا عند مقارنته بألوان الطيور الرمادية الباهتة. جاء يوم ظهر فيه قوس قزح بعد أن توقف المطر، ولكن لاحظت الطيور أنه يختلف عما اعتادت عليه، فقد ظهر معتما باهتا. لم تقلق الطيور كثيرا في البداية، لكنها بدأت تهتم بالأمر مع مرور الوقت. ترى ما به قوس قزح؟ ترى ما الذي أصابه اليوم؟ يبدو أنه مريض جدا. نعم، ربما يموت ويختفي قريبا للأسف. لن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. ظل قوس قزح يزيد خفقانا حتى بالرغم من دعوات الطيور له، حتى ظهرت بقع سوداء من بين ألوانه. اعتقدت الطيور بأن هذه ظاهرة شؤم تنذر عن نحس قريب، وفجأة ظهر في السماء شعاع ضوء قوي، وظهر طائر كبير. الغريب أن هذا الطائر القادم من السماء كان ملونا بألوان قوس قزح السبعة. تحياتي لكم، أنا حارس قوس قزح، لقد جئت أطلب مساعدتكم. لقد قام سرب من الحشرات بمهاجمة قوس قزح، وقد قمنا بصدهم أنا وإخوتي بقدر المستطاع، لكن الحشرات أتت في أعداد هائلة وقضت على إخوتي، فلم يبق غيري. أرجوكم ساعدوني في التخلص منها.
حزنت الطيور كثيرا لدى علمها بخطر اختفاء قوس قزح، تبا لتلك الحشرات الكريهة التي تهاجم قوس قزح الجميل. حسنا، هيا لنطرد تلك الحشرات اللعينة، هيا. وطارت الطيور الشجاعة واحدة تلو الأخرى، وكانت هناك طيور لم تشارك وتلحق بالطيور المتطوعة لصد الهجوم. لا أريد المشاركة في هذه الحرب. أحب قوس قزح لكن حياتي عزيزة. صحيح، ما فائدة قوس قزح إن كنت ميتا ولا أستطيع مشاهدته؟ أها. وأبى طائر قوس قزح إرغامهم على المشاركة. بعد ذلك قاد الطيور المحاربة إلى قوس قزح لمواجهة هجوم الحشرات. كانت الحشرات قد أكلت جزءا كبيرا منه أثناء غياب طائر قوس قزح، حتى بدا الآن مهلهلا للغاية. حاربت الطيور بكل ما أوتيت من قوة لإنقاذ قوس قزح. خذي، سأقتلك أيها الحشرات، خذي خذي. لسوء الحظ مات كثير من الطيور بعد طول قتال. أخيرا توقف القتال وانتصرت الطيور، وخرجت الطيور جريحة ولكنها كانت في غاية السعادة، لقد أنقذت قوس قزح. تطلعت الطيور في فخر واعتزاز إلى قوس قزح، حتى بدأت الألوان تعود إليه لامعة براقة وجديدة كما كانت من قبل. كلا، بل أنها أكثر جمالا من ذي قبل. لماذا؟ لأن هذه كانت المرة الأولى التي ترى فيها الطيور قوس قزح عن قرب. وطارت الطيور متجهة نحو قوس قزح مفتونة بجماله، وعند مرور الطيور من خلال قوس قزح طبعت على ريشها الرمادي ألوان قوس قزح الجميلة. انظروا إلى أنفسكم، ألوانكم جميلة، لقد أصبحتم منذ اليوم طيور قوس قزح. سرت الطيور كثيرا، لقد صبغ ريشها بألوان جميلة تدوم أبدا بعد طول صبر وانتظار. أما الطيور التي تخلفت عن قتال الحشرات فقد اعتقدت بأنها لن ترى الطيور المحاربة التي غامرت بحياتها لإنقاذ قوس قزح، وكانت على ثقة بأنها جميعا قد هلكت. ولكنها عندما رأت الطيور الملونة دست رؤوسها تحت أجنحتها في خزي وعار، مدركة أنها قد أضاعت فرصة تلوين ريشها بهذه الألوان الخلابة،
وهذا هو سبب تحلي بعض الطيور بألوان قوس قزح وبقاء البعض الآخر دون ألوان. وحسب ما جاء في هذه الأسطورة فإنك تستطيع بنظرك إلى الطيور أن تتعرف على التي ذهبت إلى قوس قزح وتلك التي لم تذهب.